صباح الخير. بنكمل في الكاركترستيك اوف اللي هو the monochromator to get اللي هو high performance of this اللي هو component of optical instrument. الخاصية الرابعة اللي لازم ندرسها light gathering power. What is the light gathering power? It is the ability of a grating monochromator to collect incident radiation from the entrance slit is very important. اللي هي قدرة اللي هو الجراتينج مشان يجمع الضوء اللي هو ساقط عليه من مين؟ من الانترانس سيلت. وهذا بنسميه سبيد اور اف نمبر، وهو بقص لنا اللي هو the ability of monochromator to collect incident radiation. Speed or F number اللي هو عبارة عن قدرة اللي هو المونوكروموتر to collect اللي هو the incident mean incident radiation. ايش بيساوي ال F number؟ ال F number بيساوي F capital على مين؟ على D small in italic، مكتوب بخط مائل بخط مائل. F اللي هي عبارة عن ال vocal length اللي هو البعد مين؟ البعد البؤري لمين؟ للكلوميتنج ميرور. ولذلك احنا بنقيس في الجراتينج في اللايت جاذرنج باور قدرة الكلوميتنج اللي هو ميرور على اللي هو تجميع الضوء الساقط وتوجيهه الى مين؟ وتوجيهه الى الجريتنج. هذا بيعتمد على شيء اسمه سبيد او الاف نمبر. سبيد او الاف نمبر بيساوي اف اللي هو الفوكال لينكس مقسوم على دي. دي وات از دي؟ هنا دي مش اللي هو ديستانس بتوين تو بليزز، هاي اللي هو الدياميتر اوف ذا كليميتنج اللي هو ميرور اور لينسز، اللي هو قطر اللي هو الزاويه المقعره او قطر المراه المقعره او قطر مين؟ قطر اللي هو العدسه اللي بتستخدم لعمليه اللي هو تجميع الضوء اللي بدخل من الانترانس سيلت وبدها توديه وين؟ اللي هو على الجريتنج. ولذلك مره ثانيه اللايت جاذرنج باور قدرة اللي هو الجراتنج على اللي هو استيعاب، هذا مرتبط بشيء اسمه الاف نمبر. الاف نمبر ار قدرة اللي هو الميكروموتر تو كوليكت ذا انسيدنت اللي هو ذا انسيدنت لايت. طب احنا حكينا انه اللايت جاذرنج باور بتعتمد على مين؟ بتعتمد على الاف نمبر. كيف بتعتمد على الاف نمبر؟ اللايت جاذرنج باور بتساوي واحد على اف نمبر تربيع، اف نمبر تربيع. وعادة اف نمبر يعني اذا كانت هنا اف 1 بقول معناته اف نمبر 1، اف على 2 معناته اللي هو اف نمبر 2، اف على 3 اف نمبر مالها 3، فبتساوي 1 على اللي هو مربع الاف مين؟ مربع الاف نمبر. وعادة هاي الاف نمبر بتاخذ اللي هو ارقام من واحد لمين؟ من واحد لعشرة. خلينا ناخذ مثال اقارن ما بين اللايت جاذرنج باور لمين؟ لمونوكروموتر الاف نمبر اله 1 اند مونوكروموتر 2 هاز اف نمبر ماله؟ اف نمبر 1 والثاني اف نمبر 2. حكينا انه مشان انا اشوف اللي هو اللايت جاذرنج باور للمونوكروموتر الاول على اللايت جاذرنج باور للمونوكروموتر الثاني بدي اقسم اللي هو 1 على اف نمبر 1 الكل تربيع على 1 على اف نمبر اللي هو 2 الكل تربيع، وبالتالي المعكوس بروح مع بعضهم البعض بيطلع عندي اللي هو اف نمبر اللي هو للثاني تربيع على اف نمبر لمين؟ للأول ماله تربيع. وبالتالي إذا باجي بطبق 2 اللي هو تربيع 4 على 1 تربيع 1 بيطلع ماله؟ بيطلع 4. إيش معنى يعني 4؟ معنى إنه اللايت جاذرنج باور للمونوكروموتر اللي هو الأول 4 أضعاف اللايت جاذرنج باور لمين؟ للمونوكروموتر ماله؟ الثاني.
أرد أعيد إنه اللايت جاذرينج باور بشكل رئيسي بتعتمد على مين؟ بتعتمد على الإف نمبر، وبتساوي واحد على الإف نمبر تربيع، وهي بشكل أو بآخر بنقيس اللي هو قدرة الكروموتر على اللي هو الكوليكتنج أوف إنسيدنت لايت. اللي بيعمل كوليكتنج أوف إنسيدنت لايت بشكل رئيسي لكليميتنج مين؟ لكليميتنج إيرور. فلذلك الإف نمبر بيعتمد على الفوكال لينكث لا اللي هو الكليميتنج ميرور، بالإضافة بيعتمد على مين؟ على اللي هو دياميتر تبع الكليميتنج مين؟ الكليميتنج ميرور. الآن إذا كأنه اللايت جاذرينج باور كلها لها علاقة بمين؟ بالكليميتنج مين؟ بالكليميتنج ايرور في المينوكروموتر. قدرتها على تجميع مين؟ على تجميع الضوء الساقط من مين؟ من الانترانس مين؟ من الانترانس سيلت. الآن مشان أنا أقارن بين اللي هو اللايت جاذرينج باور للمينوكروموتر على مينوكروموتر ثاني، عندنا شفنا اللي هو الإكزامبل الموجود عندنا. مثال آخر، إذا كان المونوكروموتر الأول الإف نمبر له 2 والمونوكروموتر الثاني له إف نمبر 8، فأنا كديش اللايت جاذرينج باور للأول على الثاني؟ بتساوي اللي هو الثاني تربيع على مين؟ على الأول، ماله على الأول تربيع، يعني 8 تربيع على 2 تربيع بيطلع عندي مالها 16. 16 what is mean that the light gathering power of monochromator 1 is 16 times light. نعم بناخذ احنا اللي هو 8 تربيع على 2 مين؟ على 2 تربيع. واضح؟ يعني F على 2 this means that the F number is 2. F على 8 يعني معناته انه الاف نمبر از 8. واحد على اف نمبر تربيع على واحد على اف نمبر اللي هو 8 تربيع، معكوسين بعكسهم مع بعضهم البعض، لاني بقسم انا قاعد على المعكوسات، فمعنى ذلك بعكس اللي هو النسب، فبصير عندي اللي هو 6 8 تربيع 64 على اللي هو 4 بيطلع عندي ماله؟ بيطلع عندي 16. هذا بما يتعلق بالبرفورمانس اوف ذا مونومين اوف مونو كروموتر. بنيجي على كومبوننت اخر في الاوبتيكال انسترومنتس، المونوكروموتر سيلت اللي هي فتحه مين؟ فتحه اللي هي المونوكروموتر، اللي في عندي تو سيلتس، الاولى الانترانس سيلت والثانيه اللي هو الاكزيت مين؟ الاكزيت سيلت. السيلت is very important for the performance of the monochromator. مهمات. السبب في ذلك إنها عن طريقها بدخل مين؟ بدخل الضوء وبخرج الضوء. بدخل الضوء الساقط وبخرج الضوء ماله؟ المنعكس. الآن في عندي احتمالين للسيلت هاي، يا إما تكون نارو يا إما تكون وايد، وبالتالي we must adjustable اللي هو the cell width اللي هو to get high performance for the monochromator. لازم نعمل adjusting إن يعني نختار المونوكروموتر سيلت ويدث المناسب حتى أنا أقدر أحصل على high performance. فيما إذا لو كانت اللي هو the exit silt اللي هي الفتحة الخارجية هاي is wide، إذا انتبهتوا لما رسمنا رسمة اللي هو المونوكروموتر وحطينا الفوكال بلان إذا متذكرين، وشفنا اللي هو أطوال الأمواج اللي بدها تيجي تسقط على الفوكال بلان، وكيف السلت ممكن أحرك الفوكال بلان مشان أختار سبيشال ويفلينج. فما رأيك لو كانت الإكزيت سلت هاي كبيرة؟ شو بصير؟ بدخل أكثر من مين؟ أكثر من اللي هو ويفلينج، وبالتالي هذا بيأثر على مين؟ على المونوكروموتر، لأنه الهدف الرئيسي من المونوكروموتر الاسم إنه أنا أدخل بولي كروماتيك لايت أحصل على مين؟ على مونوكروماتيك لايت. فإذا أنا بدي أعمل اللي هو السلت فيري وايد، معناته أنا بدي أخرج أطوال أمواج مختلفة، فأنا بأثر على اللي هو ذا إكزاكت رول أوف مونوكروموتر، بأثر على دور مين؟ اللي هو مونوكروموتر. وبالتالي هذا بالنهاية إت إز نوت جود فور كواليتيتيف أناليسيس، مش رايحين نجي لها، مش جيد لمين؟ لا إلا هو التحليل مين؟ التحليل اللي هو النوعي للمواد، لأنه في التحليل النوعي أنا بكون مهتم بالتفاصيل، مهتم يعني لأنه كل
فانكشنال جروب مثلا في الاورجانيك كومباوند بتمتص عن طول موجه محدده، فلو دخل عندي امواج مختلفه فبالتالي انا بقدرش احصل على اللي هو كاركترستيك سبيكترم فور مين فور دي كومباوند. سو اف ذا سيلت ذا اكزيت سيلت از وايد، هذا بياثر على انه بقدر انا ادخل مجموعه من الامواج الغير مرغوب فيها، وبالتالي باثر عميين على البرفورمانس للمونوكروموتر، وبالتالي it is not suitable for qualitative analysis، لانه في الكواليتاتيف اناليسيس بدور انا على الكاركترستيك اللي هو wavelength which is related to the اللي هو chemical structure of the organic mean of the organic compounds. واضح؟ الان الاجي الثاني if the exit salt is very narrow، قليل قليل، معنى ذلك انه الانتنسيتي اوف لايت اللي بدها تطلع بدها تكون مالها ليه؟ لانها بدها تعيق يعني مرور اللي هو حزب الضوء، وبالتالي الباور والانتنسيتي تبعت اللايت اللي بده يخرج افتر ابسوربشن اور اليمينيشن، اللي بده يروح على الـ على الـ على الـ على السامبل مشان يصير له ابسوربشن اور اليمينيشن، بتكون مالها كميته قليله، وبالتالي اذا كانت كميته قليله ما هو بده يصير له بعد هيك ابسوربشن في السل من الماتيريال، وبعد هيك بده يطلع الضوء اللي هو بده يروح وين؟ على الديتكتور او ترانسديوسر مشان يحس في مين؟ في اللي هو في السيجنال او في الـ في الراديانت او الباور لمين؟ لللايت. اذا كان بالاصل من المصدر ضعيف معناته الديتكتور مش راح يحس كويس، وبالتالي هذا راح ياثر على مين؟ على اللي هو الريسبونس تبع اللي هو الترانسديوسر لمين؟ للراديانت لايت، وبالتالي ايش بده يسوي؟ بده يقلل اللي هو الافيشنسي تبعت اللي هو يعني اللي راح ينطيك لا مادي يفترض انه يكون الابزوربنس الها عالي ينطيك ابزوربنس الها واطي، وبالتالي هذا بياثر على اي نوع من انواع اللي هو الاناليسز الكوانتيتاتيف اناليسز. ليه في الكوانتيتاتيف اناليسز احنا معنيين انه يكون للتركيز المنخفض مثلا ابزوربنس ماله عالي، فإذا التركيز العالي أنطاني أبزوربنس منخفض فكيف أنا بدي أقدر، هذا بيأثر على الديتكشن ليميت إنه أقل تركيز ممكن اللي هو قياسه بمين، بيأثر على الكوانتيتيف أناليسيس. مرة ثانية أنا عندي السيلت إز نارو، معنى ذلك إنه الانتنسيتي أوف لايت كمية الضوء اللي بدها تخرج منها راح تكون مالها قليلة، لما بدها تروح على المادة مشان يصير لها أبزوربشن ما هي بالأصل جاية قليلة، وبالتالي الضوء اللي راح يخرج منها راح يكون ماله ضعيف. الان الترانسديوسر ما هو بحس يعني بيعمل ريسبونس للالكتريسيتي بناء على كميه الضوء الخارج، فالريسبونس بده يكون اقل، وفي البروسيسر لما بده تحوله الى مين؟ الى ابسوربشن، ماله بنطيني ماله ريسبونس، ماله ريسبونس اقل، فهذا بياثر على مين؟ على الكوانتيتيف اناليسيس. لا مره ثانيه المونوكروموتر سيلت ويث از فيري ايش؟ از فيري امبورتنت، مالها مهمة لأنها بتأثر على اللي هو the performance of the monochromator if they are very wide with selection of the suitable mean suitable wavelength and this will affect اللي هو the qualitative analysis، وإذا كانت very narrow this will اللي هو affect the intensity of light، بأثر على اللي هو كمية الضوء اللي بتخرج، and this will اللي هو affect the response of detector and اللي هو or transducer or processor اللي هو and this will affect اللي هو quantitative analysis. الوايد بتأثر على selection of the suitable mean suitable wavelength، بدل ما أنا أحصل على wavelength monochromatic light بحصل على polychromatic light، وهذا هذا مش يعني هذا عكس الدور اللي بيكون في المونوكروموتر. طيب شو هي السلت عادة؟ السلت هي عبارة عن تو ميتال بيسز، قطعتين معدنيات بيكونوا ذي ار بارل زي هيك الان، اند ذي هاف فيري اللي هو شارب ايدج، الاحرف تبعاتهم مالها دقيقه وحاده. الان هاي اللي هي عباره عن مين؟ عن السلت، بيكونوا تو ميتال بيسز اللي هم بارل لبعضهم البعض وذ سيم بلان، نفس البلان لهم نفس المستوى، and اللي هو they have very sharp mean sharp edge. إذا بتكون الفتحة هيك
بتكون very narrow. إذا أنا ببعد السلت عن بعضهم البعض I got mean, I got wide. الآن في المونوكروموت العادية للأجهزة التشيب الرخيصة the silt is fixed, عرضها ثابت وبالتالي يعني ما بتتحكمش بالعرض. For much expensive instruments you can اللي هو choose the suitable اللي هو width of the silt اللي هو to get high performance of the instrument. وفي الأجهزة هاي اللي بيكون السلت تبعتها مالها يعني machinized بإمكانك اللي هو يعني تفتحها زي ما بدك أو تضيقها زي ما بدك هذا you must make اللي هو experimental trials to obtain اللي هو the suitable mean, the suitable width. تشتغل اللي هو experimental بتجرب أول مرة ثاني مرة وبشوف وين بيشتغل الجهاز عندك بأفضل width مناسبة. مرة ثانية ال choice of the silt width. احنا اتفقنا انه ال effective bandwidth اللي هو selection of the effective bandwidth of the monochromator depend اللي هو on its dispersion. وبالتالي في عندي دلتا لامدا effective is equal to W and اللي هو dispersion reciprocal يعني عكس مين؟ عكس اللي هو dispersion. الآن W هاي إيش هي؟ W هاي اللي هي عبارة عن اللي هو السلت ويدث عرض مين؟ أو عرض الفتحة اللي بدخل منها الضوء أو بخرج منها مين؟ الضوء. دلتا اللي هو لامدا إفكتيف هو الفرق ما بين اللي هو two adjacent wavelengths which can be separated by the monochromator اللي هو which has special اللي هو dispersion. يعني الفرق ما بين طول الموجتين اللي قراب من بعضهم البعض اللي هو المونوكروموتر بده يفصلهم عن بعضهم البعض ونطلع الأولى من السلت وبعدين نطلع مين نطلع الثانية. الآن وهي مش الفرق كمان نصف الفرق. ليه؟ لأنه اللامدا إفكتيف بتساوي مين؟ بتساوي عرض الموجي على مين؟ على اثنين. عرض الموجي أو عرض الموجي عند اللي هو نصف الارتفاع إذا متذكرين اللي هو لامدا إفكتيف. الآن مرة ثانية دلتا لامدا إفكتيف بتساوي الفرق نصف الفرق ما بين يعني تكون لامدا 2 ناقص لامدا 1 على مين؟ على 2. هاي اللي هي دلتا افكتيف. هاي بتساوي الويدث في ايش؟ في الديسبيرجن. وبالتالي امشان انا اقدر افصل طول موجتين مناسبات تعتمد فصلهم بشكل مناسب على مين؟ على الويدث تبع السلت وعلى مين؟ على الديسبيرجن. دلتا الأفري يعني الفرق على اثنين. الفرق على مين؟ الفرق على اثنين. لمدة إفكتيف اللي هو لا نعم لمدة افترض انه انا عندي 502 و500 بدي انا افصلهم واشوف الدلتا لمدة إفكتيف لهم 502 ناقص 500 على 2. ليه؟ هاي الدلتا لامدا إفكتيف 502 ناقص 500 على مين؟ على 2. مرة ثانية إنه مشان أنا أقدر أفصل طول موجتين إقراب على بعضهم البعض لازم أنا يعني في عندي قضيتين بتأثر عليهم الديسبيرجن والقضية الثانية اللي هو ال width of the monochromator silt. والعلاقة مالها؟ العلاقة بين W ودلتا لامدا علاقة مالها؟ علاقة طردية. يعني إذا بتزيد المفروض إنها تزيد اللي هو دلتا اللي هو لامدا إفكتيف. الآن هاي العلاقة مش يعني علاقة طردية مفتوحة ولا علاقة عكسية مفتوحة. الآن
المطلوب انك انت تختار the suitable اللي هو silt width which can perform اللي هو good mean good analysis. لا تكون يعني تسمح لكميات كبيرة من الضوء تمر وفي نفس الوقت تسمح ل suitable intensity of light انه يمر من خلال مين؟ من خلال اللي هو الفتحة. يعني القضية انك بدك تعمل زي يعني adjustment لمين؟ للسلت ويد، بحيث انه ما تتحش لأطوال امواج مختلفة انها تمر من خلالها، وفي نفس الوقت تسمح ل intensity of light اللي هو special intensity of light to اللي هو انتر ذا مونوكروموتر سيلت. احكينا عنه لما بيكون عندي اللي هو للكوانتيتيف when it become it very narrow it is not good for quantitative analysis. لما تكون very wide it is not good for qualitative analysis. يعني لما تكون السيلت عريضه او كبيره بتكون مش مناسبه للتحليل النوعي للمواد، ولما بتكون ضيقه كثير مش مناسبه للتحليل الكمي لمين؟ للمواد. نيجي على الجزء الاخر في بالاوبتيكال انسترومنتس. خلصنا المونوكروموتر، الان بنيجي على مين؟ على جزء اخر اللي هو السامبل. مين السامبل؟ كونتينرز. سامبل كونتينرز هي السل اللي بنحط فيها الماده اللي بدنا نقيس الابزوربنس الها ولا الاميتد لايت او الى اخره. الان في عندي انا ثلاث انواع منهم السيلز هذولا، يا اما بتكون جلاس يا اما بتكون كوارتز او فيوز سيليكا. فيوز سيليكا او كوارتز دي فانكشن ذا سيم مين ذا سيم رول، لهم نفس مين؟ نفس الدور. او بتكون بلاستيك زي البوليثيلين او الى اخره، وهي عاده بتكون مالها ديسبوزابل. الجلاس سامبل كونتينر ات از يوز فور ايش؟ فور اللي هو electromagnetic light in visible region. نستخدمه للضوء، ماله؟ للضوء المرئي. بدك تقيس اللي هو امتصاص عند 600 نانومتر، you can use اللي هو the glass mean the glass cells. تستخدم اللي هو the glass cells. If you would like less than 400 أقل من 400 في UV region، بدك تستخدم مين؟ تستخدم اللي هو the quartz. The quartz it can be used for both for visible and for mean for UV. السيليكا والكوارتز نفس الشيء. فيو سيليكا او كوارتز they have the same mean the same rule. نيجي عند اللي هو radiation transducers. radiation transducers they are the detectors. اذا احنا حكينا عن السيلز هذولا اللي بدخل منهم الضوء، حكينا عن المونوكروموتر، وحكينا عن السامبل كونتينر، والان بدنا نروح وين؟ على الديتكتور. دخل الضوء بوليكروماتيك لايت في المونوكروموتر، انا حصلت على مونوكروماتيك لايت. مونوكروماتيك لايت راح على السامبل، على العينه حاطه انا بسامبل كونتينر، صار له ابسوربشن اللي هو للضوء، طلع اللي هو ترانسميتد لايت، طلع الضوء المنبعث بعد عمليه الابسوربشن. بدنا نقيس اللي هو ترانسميتد لايت. ترانسديوسر دوره او الديتكتور، ترانسديوسر اور ديتكتور هاف ذا سيم مينينج، نفس الشيء. شو دوره؟ دوره انه يحول اللي هو الراديشن اوف اول فريكوانسز الضوء اللي ساقط بترددات مختلفه او اطوال امواج مختلفه، يحوله لايش؟ يحوله ل electrical mean electrical signal، يحوله إلى إشارة كهربائية. الإشارة الكهربائية يا إما بتكون current يا إما بتكون resistance or voltage. وبشكل رئيسي يا إما بتكون current إلا هو شدة التيار أو بتكون فرق مين؟ فرق جهد. فإذا الضوء اللي خرج من العينة هو له انرجي، له طاقة. هاي الطاقة جاية من موضوع اللي هو الفريكونسي، وبالتالي كل ما كان وله علاقة بالفريكونسي بطول الموج. إذا كانت أطوال الأمواج اللي خارجة طويلة،
معناته تردداتها قليلة، معناته طاقتها ما لا طاقتها أقل. الآن بيجي الضوء لوين؟ للديتكتور أو الترانسديوسر، بده يحول الإشارة الضوئية هاي إلى إشارة كهربائية، بده يحولها يا إما إلى شدة تيار يا إما بده يحولها إلى مين؟ إلى فرق مين؟ إلى فرق جهد. طيب شو عادة اللي هو الجنرال بروبرتيز اوف ايديال ترانسديوسر؟ شو هي المواصفات العامة مشان احصل على ايديال ترانسديوسر اللي هو ديتكتور مثالي؟ اول وحدة اللي هو الترانسديوسر must be اللي هو high sensitivity. ايش مقصود بالسنسيتيفيتي؟ capable of detecting very small signals. سنسيتيفيتي العالية، حساسية الجهاز، مجرد ما طلعت اللي هو radiant signal اللي هو إشارة ضوئية ضعيفة، يكون عند اللي هو transducer قدرة إنه إيش؟ إنه يحول اللي هو very weak اللي هو radiant signal إلى مين؟ إلى electrical مين؟ إلى electrical signal. كل ما بيكون sensitive كل ما بيكون عندنا، وعادة الراديانت هاي كمية الضوء الممتص أو كمية الضوء اللي هو المنبعث مرتبط بتركيز المادي. فإذا كان التركيز المادي قليل، وإحنا معنيين أغلبية إحنا الأناليسز اللي بنسويه في المايكرو يعني كميات مالها كميات صغيرة، فإحنا معنيين بإيجاد تركيز المواد في عينات مالها في عينات تركيز الأنالايت فيها قليل، وهذا التارجت تبعنا. لأنه زي ما انتم شايفين خصوصا في الانفايرومنتال اللي هو كيمستري اناليسز، لانه هاي كميات الصغيره من المواد لها اثار كوميوليتيف والى اخره. فقدره اللي هو الجهاز على اللي هو ايجاد تركيز المواد القليله هذا مرتبط بالسنسيتيفيتي تبعت اللي هو ترانسديوسر، انه الضوء المنبعث او الضوء الممتص اذا كان كميته قليله فهو مرتبط بتركيز قليل، وبالتالي بيقدر يحوله الى مين؟ الى الكتريكال مين؟ الى الكتريكال كارنت. في عندي سيجنال تو نويز ريشيو. السيجنال تو نويز ريشيو السيجنال هي اللي هو اللي بتيجي من مين؟ بتيجي من اللايت راديانت من اللي هو الضوء السيجنال، واللي بتتحول الى مين؟ الى الكتريكال سيجنال في ترانسديوسر. الان النويز هاي هي عباره عن الريسبونس تبع الجهاز without اللي هو the radiant signal، بدون اللي هو بدون ما يجي ضوء كيف بيكون الريسبونس تبع الجهاز؟ فإذا كان الريسبونس تبع الجهاز خط مستقيم بدون لما بتيجي المادة أو الضوء اللي خارج من المادة له سيجنال وبتتحول، بحصل على مين؟ بحصل this is the signal according to mean to the analyte. بالنهايه هاي مرتبطه بمين؟ مرتبطه بنوعيه الماده. طيب اذا الماده فيش فيها انالايت وبصير لهاش ابسوربشن في المنطقه هاي، الان المفروض انه يكون لو الريسبونس تبع الجهاز بهذا الشكل، الان ما في نويز هنا. لكن في كثير من الاجهزه ايش بصير؟ بوجود اللي هو بعدم وجود الانالايت بيكون الجهاز بدون بقيس هيك هذول النويز هذولا النويز اللي هو الريسبونس تبع الجهاز بدون مين؟ بدون الانالايت. انت مشغل الجهاز ومش حاط في السل اشي مادي وقاعد انت بتقيس مثلا الابزوربنس، فبعمل شوية فلكشويشن، مرة بيرتفع مرة بنزل الاخره. الان لما بتيجي السيجنال تبعت لهذا بترتفع. اذا كانت اللي هو هاي مثلا نموذج، اذا كانت السيجنال اللي طلعت هيك، إذا شفتوا السيجنال الحمراء للنويز ريشيو عالي، يعني السيجنال للريشيو هاي سيجنال ريشيو is important to characteristic اللي هو good transducer. الآن والثانية مالها قليل، فأنا ما بقدر أميز هنا في الزرقاء اللي هو السيجنال عن مين؟ عن اللي هو عن النويز. فأنا بدي كل ما كانت السيجنال للنويز ريشيو كبيرة كل ما كانت اللي هو قدرتي على تحديد اللي هو السيجنال اللي جاي من الانالايت اقل. هاي واحدة. الان بدون وجود اللي هو بدون وجود الانالايت
عادة الريسبونس تبع اللي هو الجهاز بيكون بهدول الشكل. هذول ذي ار ذا نويزز. الايديال الوضع الايديال انه ما يكونش في عندي اللي هو سيجنال، مجرد السيجنال هذا الحركة البيك اللي بتظهر بس نتيجة مين؟ نتيجة اللي هو الانالايز. طب اذا عندي ظهر الوضع هذا، كل ما كانت السيجنال للنويز ريشيو عالي، كل ما كانت اللي هو الجود برفورمانس اوف ترانسديوسر از هاي. فاحنا بندور عادة على سيجنال نويز ريشيو تكون مالها تكون هاي، يعني يكون في هناك فرق معنوي ما بين السيجنال اللي جاي من الانالايت وما بين السيجنالز هاي اللي ممكن تجاوزا نحكيها جاي من الفلكتويشن تبعت مين؟ تبعت الجهاز. هون زيرو، هون النويز الها قيمه، يعني هاي اذا بتيجي تقيسيها هاي الها واحد مثلا من عشرة، اذا بتيجي تقيسي هاي اللي هو مثلا 2 سنتي، 2 على 1 من 10 هاي سيجنال ريشيو، مثلا هون عندي اللي هو 10، 10 على 1 من 10 100 سيجنال. كل ما كانت السيجنال للنويز ريشيو عالي كل ما كانت مالها كانت. الان في عندي الكاركترستيك الثاني دي كونستانت ريسبونس اللي هو الاستجابي الثابت من مين؟ من اللي هو ايش بتحكي الاستجابه الثابته؟ ترانسديوسر دوره انه يحول الباور راديانت يحوله الى مين؟ الى الكتريكال سيجنال. اذا كانت الباور راديانت ثابته فالمفروض انه الريسبونس تبع الجهاز ينطيك ماله قراءه، مالها قراءه ثابته. الان هذا اللي بسميه الكونستانت ريسبونس. اما مره ينطيك شوي وبعدين يرد كله وبعدين يرد زيد وبعدين يرد كل، هذا بيكون not constant. مين؟ not constant response. هذا وجه للconstant response. الconstant response الثاني المقصود انه عند certain wavelength زي مثلا 500 ينطيك special response، عند اللي هو 600 ينطيك the same response. مش نفس يعني اذا كان مثلا عند 500 الابزوربنس واحد وظله ثابت، المفروض عند 600 يقيس واحد if the radiant power is the same ينطيك مثلا اثنين وظله ثابت. فأنا بدي الconstant response هذا at very wide اللي هو wavelength، يعني عند أطوال أمواج مالها متعددة، يكون نفس اللي هو الconstant response لمين؟ لا اللي هو transducer. فأول إشي الوجه الأول الconstant response للtransducer إنه ينطيني لنفس الباور radiant نفس مين؟ نفس الريسبونس. ما دام الباور راديانت ما تغيرتش ايش بده ينطيني؟ برضه الترانسديوسر بديش يحول اللي هو يغير اللي هو الالكتريكال سيجنال تبعته. ليش الثاني؟ انه عند اطوال امواج مختلفه، عند اطوال امواج مختلفه المفروض ينطيني ذا سيم اللي هو كونستانت ريسبونس فور ايتش ويف لينك. وهذا عاده بنصيرش في الاجهزه، يعني عند الاجهزه في اجهزه تنطيك كونستانت ريسبونس عند ال 500 وفي اجهزه بتنطيك كونستانت ريسبونس عند مين؟ ال 600 حسب طبيعه مين الترانسديوسر الموجود فيها. في عندي فاست ريسبونس. الفاست ريسبونس اللي هو رد الفعل السريع من الجهاز. يعني وهذا بيعتمد على مين؟ على الشورت ريسبونس تايم. كل ما كان الزمن الذي يحتاجه ترانسديوسر حتى اللي هو يحول الراديانت باور الى الكتريكال باور كل ما كان قليل، كل ما كانت اللي هو الفاست ميل فاست ريسبونس. فانت يعني رده الفعل السريعه من قبل اللي هو الجهاز للباور راديانت بزيد من مين؟ بزيد من كفاءه اللي هو ترانسديوسر. This is في عندي خمسه خاصيه، الخمسه زيرو دارك كرنت. الدارك كرنت المقصود فيه اذا انت مش مشغل مصدر الضوء، ما في عندك ضوء ساقط، المفروض انه اللي هو كونه ترانسديوسر بحول الباور اوف راديانت لالكتريكال سيجنال، المفروض في هاي اللحظه ماله؟ احكوا لي انه ما فيش ضوء، المفروض انه يقرا اللي هو الكرنت يكون عندي زيرو. لكن في عندي في بعض الاجهزه انه حتى اللي هو بعدم وجود الضوء الجهاز بيعمل مين؟ بيعمل اللي هو كرنت، بيعمل كرنت بعدم وجود الضوء. هذا اللي بسميه ماله؟ بسميه الدارك مين؟ الدارك كرنت. فالدارك كرنت هو
the current produced by the transducer without اللي هو eliminating mean eliminating light بدون الضوء الساقط على مين على اللي هو اللي جاي على transducer. في عندي zero drift. Zero drift مرة ثانية إذا بيكون الراديشن of constant intensity اللي هو the transducer the signal should be constant at time. يعني بهذا اللي سميناه بشكل أو بآخر constant response يعني له علاقة قريبة مع مين مع الريسبونس. يعني إذا بيكون عندي constant intensity of radiation لازم يكون الريسبونس تبع الجهاز جاي خط مستقيم بهذا الشكل الآن. وهذا بسميه اللي هو zero drift. فبعض الأحيان الكونستنت أنت إلك constant radiation لكن شو الجهاز بصير يزيد 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 هذا بسميه positive drift. positive drift الآن. وفي بعض الأحيان شو بصير لو الجهاز يقرأ لك بالماينس يعني بتقل عن مين عن القيمة اللي بدأت فيها فبصير ينزل هذا بسميه negative mean negative drift. الترانسديوسر الجود مش اللي لا بيعمل positive drift ولا اللي بيعمل إلا هو negative drift بنطيني إلا هو zero mean zero drift. signal should be proportional to the intensity of incident light. يعني السيجنال تبعت اللي هو الالكتريكال كارنت اللي بتكون في ترانسديوسر يجب ان يتناسب طرديا مع مين مع اللي هو الانتنسيتي اوف لايت اللي ساقط عليه. ولذلك هاي بتقول اس بدها تتناسب تناسب طردي مع مين مع اي وبالتالي بتحولها الى علاقه مين علاقه تساوي فبيجي عندك اللي هو كي. الان إذن المفروض إنه كل ما يزيد اللي هو intensity of light السيجنال مالها تزداد. لكن إذا كان في عندي أنا dark current في عندي current without the light هذا بصير السيجنال هي عبارة عن مين عن اللي هي اللي جاي من اللايت بالإضافة للي جاي من مين من الدارك مين من الدارك current. وبالتالي بدل ما تكون العلاقة بهذا الشكل تمر هاي الانتنسيتي وهاي السيجنال تمر بنقطة اللي هو صفر ايش بصير اللي هو هنا هاي السيجنال هنا هاي اي عكسها هون سيجنال هذا اللي هو كي دي اللي هو الدارك مين الدارك كرنت فبمرش في مين في اللي هو في نقطة مين نقطة الصفر لانه بالاصل انا في عندي current جاي without ايش without light. الايديال فور الوضع الطبيعي انه يكون بس العلاقه ما بين اللي هو السيجنال وما بين اللي هو الانتنسيتي اوف لايت. الان بنيجي لانواع اللي هو الفوتون ترانسديوسر. انواع الفوتون ترانسديوسر كلياتهن بنسميها ليش سميناها فوتون ترانسديوسر لانهن هن باخذن الضوء وبحولنه إلى مين؟ بحولنه إلى اللي هو current signal. ولذلك بسميهن اللي هو الفوتون ترانسديوسر. أول واحد فوتو فولتيك أور بارير سيل. من إيش بتكون؟ هذا أول إشي these are simple transducer بسيطات. وهذولا بيشتغلوا في الفيزبل ريجن اللي هو من 350 ل 700 نانومتر. الان والماكسيمم سنسيتيفيتي له بيكون عند ال 550 وهون اللي بنطيني اللي هو الكونستانت ريسبونس بيكون له عند اللي هو ال 550. من ايش بتكون هذا؟ هذا عباره عن اللي هو شكل توضيحي لا اللي هو لا البارير سيل اللي هي جزء أو أحد أنواع الفوتون ترانسديوسر. بشكل رئيسي بتكون من كبر أو أيرون نحاس أو حديد. وهنا سيلينيوم هذا عبارة عن سيمي كوندكتر. سيلينيوم مادة شبه موصلي. وفي عندي سيلفر فيلم اللي هو طبقة من مين من اللي هو الفضة. وفي عندي جلاس أند بلاستيك كيس يعني زجاج او بلاستيك كيس هذول دورهم بس يعني
to make the transducer rigid. يعني حافظوا على مين؟ على قوام اللي هو transducer. بشكل رئيسي أنا عندي اللي هو الكبر والسيلينيوم. بشكل رئيسي الكبر والسيلينيوم هم اللي لهم دور، والسيلفر. الآن مبدأ عمل اللي هو البارير سيل أنه الضوء بسقط بمر وين؟ عند السيلينيوم. السيلينيوم اللي هو it is composed of covalent bond، مرتبط مع مين؟ مع بعض البعض بروابط مالها بروابط تساهمية. الآن الضوء شو بيسوي؟ بيجي بكسر الروابط هاي. نتيجة تكسير الروابط بتنطلق إلكترونات. هاي الإلكترونات بتروح وين؟ بتروح على اللي هو السيلفر في هاي المنطقة. هايها الإلكترونات أجت من السيلينيوم، راحت وين؟ راحت على اللي هو السيلفر. لما راحت فقد السيلينيوم إلكترونات، شو بصير؟ موجب. الموجب هذا it move to the cover، بروح وين؟ بروح على الكبر. الموجب هذول بنسميهن الهولز، اللي هو زي حفر. الحفر يعني تعبير الصلاحي انه انا عندي موجب، يعني عندي كتيل. وبالتالي بيكون عندي هنا طرف سالب وهنا طرف موجب. شو بتكون بينهم؟ بتكون كارنت او بتكون فرق جهد، بصير بينهم فرق جهد فولتج. وبالتالي هيك انا حولت اللي هو الراديانت باور الى مين؟ الى الكتريكال سيجنال على شكل مين؟ على شكل فرق مين؟ فرق جهد. مره ثانيه الضوء بسقط على السيلينيوم، بيؤدي الى تكسير الكوفالنت بوند، بتكون عندي الكترونات، الالكترونات بتروح على السيلفر فيلم، بيكون عليها شحن سالبي. الان اللي ظل الموجب اللي هو بنسميهم الهولز، الهولز اتميجريس تو ذا كبر اور ايرون، بصير على الكبر والايرون شحن موجبي، وبالتالي بصير عندي طرف سالب وطرف موجب. This is the voltage, the electrical mean, the electrical signal. ماشي. هذا thus the current can be measured. This is the independent of the dependent on the intensity of light. The barrier cell مواصفاتها simple بسيطة and ridge اللي هو متماسكة and cheap. الامبورتنت ادفانتجز نفس الاشي، بس هذيك يعني بشكل نفس السيستم، بس بدل ما يكون كومبليكيتد يعني موديل هناك سمبل موديل. الان اول اشي شو الادفانتجز تبعت اللي هو البارير سيل؟ اول ادفانتج it doesn't need external power supply، بدهاش اللي هو بطارية مشان تسوي فرق جهد او تسوي تيار. وبالتالي هاي it can be used اللي هو in field، يعني برا في الحقول والى اخره، لانك بالزمك ايش لها كهرباء. And so it can be used for portable instruments، لا الانسترومنتس مالها المحموله اللي بتحتاجش الى مصدر دائم لميل للتيار الكهربائي. هاي كمان هاي الميز الوحيدة إلها، طبعا تشيب وسمبل وإلى آخره، هاي ميزات أخرى. الدروباك اللي هو هذا إنها it has low sensitivity، حساسيتها مالها قليلة. And they suffer from fatigue. الفتيج إيش معناتها؟ إنه السيجنال اللي هو decreases with time although we have intensity of light، نفس كمية الضوء داخلي، لكن الريسبونس تبع الجهاز مع الزمن شو بصير؟ بكل. فهاي اللي هي ميزة من ميزات. And they have low resistance، إلهم مالهم مقاومة قليلة. And this make amplification of the signal is difficult to achieve، هذا بيؤدي إلى عملية اللي هي مضاعفة السيجنال، ما دام المقاومة قليلة بيؤدي إنه يكون مالها مضاعفتها مالها ها عملية مالها عملية صعبة. يكون هيك كان هنا المحاضرة، هاي المحاضرة الجاية إن شاء الله بنكمل.